سلام حبايبي، كيف دايري؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير؟ كيف الحال؟ كيف الاحوال؟ كل شي تمام. فانا ان شاء الله ابغى اسوي كبسه مكرونه كبسه كبسه بالمكرونه، تجي غزاله. المهم البهارات مثل ديال الكبسه. اوكي، كاين اللومي، اللي ما عندوش اللومي ما يستعملوش. كاين الهيل، كاين المسمار، كاين ورق الغار، كاين الثومه، كاين قزبر معدنوس، جوج معالق كبار ديال الحكمه طيشه، كاين التحميره، الابزار، الخرقوم، الكمون، سكنجبير. البهارات ديال الكبسه الا عندكم، الا ما عندكمش بلاش. الملح على حسب الذوق، ضامه ديال الدجاج، الدجاج على حسب افراد العائله. المهم كتلوحوا هكذا بعضهم بكل شيء، شويه ديال القرفه حتى هي. ايوا، وهذا انتم حنايا غادي ان شاء الله نطيب هذا الخير، نزيد ليه الماء ونخلي الزيت. دابا غادي نخليه يتشحر ونزيد ليه الماء ونسد الكوكوت حتى طيب ليا الدجاج. عاد ديك الساعه نلوح عليه المكرونه. ايوا، الا خاص الماء زدت الماء ونخلي داك الخير يطيب، وكتجي الاكله سريعه وجميله ولذيذه. وما نقولش لكم بالصحه والراحه. البصله يا البنات كتشلطوها بطبيعه الحال. وصافي انا يا البنات دابا مرقت عليه وغادي نسد الكوكوط طيب ليا الدجاج ديالي ان شاء الله. هاني البنات بعد ما طبينا الدجاج ديالنا، انا لحت فيها هاد المكرونه اللي عجبكم لوحوها، راه ما سلقتها ما والو. غادي نديرها وغادي نسد عليها الكوكوط باش تطيب. الماء يكون زايد، الا لقيتو الماء ناقص زيدو الماء باش ما تلصق لكم ولا حتى حاجه. ايوا دابا غنسد عليها الكوكو ونخليها طيب. ها هي البنات المكرونه ديالنا كبحال الكبسه، عرفتي المذاق ما نقولش لكم خطير، والدجاج طيب يا سلام. عرفتي كتجي خطيره، جربوها يا البنات كتجي واعره، ما فيها لا عذاب لا والو، كلشي ديروا بخطره وكلوا بالصحه والراحه. هاتي راه منقولش ليكم داكشي كيجي يا سلام. ايوا الصحة والراحة، وما تنساوش اللايك والاشتراك، وشكرا لكم على المشاهدة. شكرا بزاف 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 على البخار. يا سلام، والله لذيذة لذيذة لذيذة.